كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للمرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في المنوفية. وقال سيادته أن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة، وأنه تم تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة صحية طبقا لمواصفات برنامج الغذاء العالمي. خلينا نتابع جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم على طول. أنا عايز أقول لك إن إحنا لما اتكلمنا على الوجبات المدرسية من 4 سنين تقريبا كان العدد المستهدف عدد معين يا دكتور. لما اشتغلت أنت قلت لي إحنا لقينا نفسنا السنة اللي فاتت زدنا 2 مليون. من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب والمدارس زادت من 31 ألف مدرسة ل 33 ألف مدرسة. وممكن العدد يزيد عن كده. ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام انا بقوله لك دلوقتي، بالمناسبه الكميه او المشروع بالطريقه ديت هيغطي مش نسبه كبيره من العدد السكان، لان في شركات قطاع خاص شغاله 12 شركه فندم شغالين معانا شغالين بس احنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهي سلامه الغذاء فده موضوع ما فيش فيه كلام، يعني حتى الشركات اللي داخله في التغذيه المدرسيه، عشان الكلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركه دي بيتم اقرارها ويتم التعاقد معها الا اذا كانت سلامه الغذاء تقر بان هي حققت المعايير، مش كده يا وليد؟ مظبوط يا فندم. احنا هيئه سلامه الغذاء حتى المخازن اللي هي الوسيطه ما بين المصانع وما بين المدرسه بتقرها سلامه الغذاء. احنا حاليا في 34 مخزن، وكان معالي دوله رئيس الوزراء حاليا بنعمل 94 مخزن مستقبلي بتتوسط مديريات التربيه والتعليم عشان نقدر من خلالها نكمل منظومه الحوكمه والميكنه اللي عملناها للمنظومه. اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا اولادهم في المدارس ان المنظومه بفضل الله سبحانه وتعالى مستقره ومؤمنه، وما فيش فيه مشكله في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال، لا ما فيش كلام من ده. النهارده بنحاول ان التغذيه ديت حتى من باب عناصرها الغذائيه تبقى مناسبه للمراحل السنيه اللي بتقدم لها. يعني طبعا احنا كنا بنتمنى ان التغذيه تبقى احسن من كده كمان، او مش احسن يعني اكتر شويه سيادتك كنت امرت ان احنا نزود الفلوس المخصصه كمان للتغذيه السنه دي، ومعالي دوله الرئيس يعني الحقيقه مش كده زود فاحنا يعني عايزين نحسن يعني تمام. يعني مش باكو بسكوت بس مش ان شاء الله فندم. احنا مع افتتاحات سيادتك النهارده هيخش معانا عناصر الالباني اللي موجوده في مصنع الالباني اللي سيادتك هتشرفه بالافتتاح باذن الله. طيب يعني احنا هنوزع عليهم يا فندم ان شاء الله من معلبات الالبان. المصنع الجديد ده فندم طاقته 200,000 طن، منهم 120,000 طن البان والباقي جبنه. طب ده معناه ان احنا عشان بس الخبر ده ان معانا الاعلاميين وكده تمام يا فندم، فاحنا على الهواء دلوقتي، يعني معناه ان احنا هنبعت هنوزع على بالظبط على جزء يا فندم. احنا الشركه هنا في النهايه هي بتمثل 18% بس من منظومه التغذيه، الباقي كله احنا بنجمعه من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئه سلامه الغذاء زي ما سيادتك قلت. فاحنا هيبقى في جزء من الانتاج هنا هيغطي جزء بس من المحافظات، مش كل المحافظات اللي هو العلب الالبان، المحافظات القريبه من المدينه هنا فندم عشان يسهل توزيعها. طيب ما تشوفوا اذا كان يعني حتى يبقى يعني ايه، يبقى اللي ما ندلوش كله ما نحرموش كله. لا احنا بنستعوض ده باصناف ثانيه، يعني ممكن عشان نحافظ على كميه السعرات اللي اقرتها وزاره الصحه قبل كده اللي هو حوالي 400 سعر للطفل، احنا بيبقى في جزء مثلا بسكويت بعجوه كلام من ده عشان نقدر
نوازن السعرات الحراريه والفيتامينات اللي داخله للطالب، بحيث احنا نوصل له في النهايه 30% من احتياجاته اليوميه. يبقى هنرجع بقى لقهوه اشيده تاني. تمام. ارجو ان انتم تدرسوا ان الكميه دي تزيد يا دكتور. دكتور علي، يعني عشان المشوار بياخد وقت كبير قوي قبل ما تخلصه، بياخد له سنتين ثلاثه. تمام. وبالتالي عقبال ما تاخد توصل لده هنكون زدنا 5 مليون. مش كده؟ هنكون زدنا 5 مليون ولا ايه؟ تمام يا فندم، معدل الزياده السنويه من فضلكم يعني 2 مليون بتاعي. انا بشكر كل اللي طبعا العاملين في المشروع، ونكمل عشان نحقق اللي احنا عايزينه. متشكر جدا.